أهلا بكم مشاهدينا بالموت العريض، تطواف في أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية وأبرز ما تناولته وكالات الأنباء وصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، وهذه هي أبرز العناوين. في صحيفة الانتباه، البرهان يدعو لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع في السودان. وفي صحيفة اليوم التالي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يوجه بالبدء الفوري لحصر وتسجيل اللاجئين. وفي صحيفة الجريدة، تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم تدعو إلى مشاركة فاعلة في مليونية البرلمان. ومن وكالة السودان للأنباء نقرأ، والي الخرطوم يؤكد ضرورة توزيع فرص التمويل على المستهدفين بعدالة. وفي صحيفة الصيحة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي بوفد لجنة تنمية وتطوير الإقليم الشمالي. وفي صحيفة السوداني، توقيع عقد لإنشاء محطة كهرباء بنيالة. رياضيا، وفي صحيفة هلالنا، السلطات الصحية توافق للهلال على دخول الجماهير للمباريات الإفريقية. وللتعليق على هذه الأخبار يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ محمد الماحي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك. مباشرة إلى أولى جولاتنا الإخبارية من صحيفة الانتباه، البرهان يدعو لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع في السودان، حيث أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدور الذي ظل يطلع به الاتحاد الإفريقي في دعم السلم والاستقرار في دول القارة عامة والسودان بصفة خاصة. وشدد سيادته لدى لقائه بوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس المفوضية السيد موسى فكي، بحضور السيد بانغولي أدوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، والسيد محمد الحسن ود لبات مدير ديوان المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان. شدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة بالسودان. أستاذ محمد الماحي، بداية الآن البرهان بلقائه بممثلي الاتحاد الإفريقي يدعو إلى توحيد الأطراف الدولية لحل الأزمة السياسية بالسودان، هل يمكن أن تفلح هذه المساعي الإقليمية والدولية في تقريب الشقة بين الأطراف السياسية بالبلاد؟ هي ستكون بالرد محاولات الجهود الدولية، لأن الوضع في السودان بيختلف من مما عليه في دول أخرى. الشيء الآخر، توحيد الجهود الدولية مع تقاطعات المحاور، وهناك أطماع في السودان واضحة، دي برضو لها أسباب كثيرة بتخلي الجهود الدولية مشتتة، لأن كل جهة بتحاول تركز فيما يليها لتوحيد هذه الجهود وفيما يصب لمصلحتها. لذلك السودان الآن بيجد نفسه في مأزق كبير، خاصة بعد التشظي الكبير الحدث الآن في داخل القوى السياسية المجملة، ونرى الآن التراشق بالكلمات بين الأحزاب، والأحزاب في فترة حرجة ومعقدة جدا، بيتطلب فعلا توحيد الجهود الداخلية. وتوحيد الجهود الداخلية يبقى يتم برضاء الجميع، لأن هي الجهود الدولية دي هي مجرد دافع أو يعني مساعدة، ما بيزيد أكثر من ذلك. لكن إذا ما كانت هناك في قناعة تامة بأن الجهود الداخلية هي تذهب لترى مصلحة السودان الكبيرة، خاصة أنا نرى أن واللوبات وغيرهم دي أسماء تكررت علينا منذ النظام السابق وإلى الآن، وده بوريك أن الأزمة السودانية دي هي أزمة مستفحلة وسبب الداخل. يعني ما يعني الداخل متى ما توحدت جهودك، حتى الأطماع الخارجية والمحاور وشغل المخابرات الخارجية ما بيلقى طريق طالما أنت في قوة وفي وحدة.
لكن الآن الأزمة الحقيقية في السودان هي التعقيدات وعدم التعامل مع الأمر الواقع. يعني يجب أن برضو الأحزاب تتعامل مع الأمر الواقع. أنا السودان الآن هو في مفترق طرق. لا بد أن أستاذ محمد المحي، بروز هذه الأسماء كما ذكرتها من جديد والدلباد وغيرهم من الأفارقة فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي من جديد، هل يمكن أن تسهم هذه الأسماء وتقدم جديد، لا سيما وأنها هي من أشرفت على الوثيقة الدستورية التي ولدت الاتفاق السياسي السابق؟ هو أنا زي ما قلت هي دافع، هي إذا بقت الأساس في حل الأزمة بتكون هي مشكلة. ليه؟ لأن الآن هل الوثيقة الدستورية نحن متفقين عليها؟ هل وثيقة جوبا الآن هي جاءت بكل المراد للسودان؟ الحقيقة دي ما حدثت، لكن ممكن يكون في نجاحات ملموسة، لأن دي نجاحات يعني محدودة بشكل معين لهدف معين. لكن إذا كانت الجهود دي جهود داخلية، الأحزاب عندنا إحنا داخل والقوى السياسية والمؤسسة العسكرية وغيرها من منظمات المجتمع، حتى أنصار السنة والصوفية وغير الجماعات دي برضو لابد أن تكون في كتلة حقيقية من أجل إخراج الوطن من المحنة الموجود فيها الآن. الآن هناك الحديث يعود من جديد، الحديث عن حوار شامل يقدم من جديد. كان الحديث في الفترة التي أعقبت إجراءات 25 من أكتوبر عن قيام انتخابات بعد عام في العام 2023، والآن يعود المقدمة، يعود الحوار السياسي الشامل. ومن الملاحظ بأن معظم التغييرات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، الحديث في البداية يتحدث عن انتخابات مبكرة ومن ثم يتم التراجع إلى حوار وتوافق سياسي شامل. ما هو السيناريو القادم في هذه المسألة؟ هو سيناريو الحوار، لأن الانتخابات قيامه في مثل هذا الوقت في حاجتين بيتحدثوا عنها هي مستحيلة. تكوين مجلس تشريعي في فترة انتقالية ده ما الآن ما مطلوب، لأن ما ذهب أكثر مما تبغى. المسألة الثانية قصة إنه تقوم انتخابات، الانتخابات دي ما عندها مطلوبات كثيرة واستحقاقات، وكل الحاجات دي الآن ما متوفرة. يعني أنت إذا رأيت أنت الآن إذا دار تمشي تطلع شهادة ميلاد لشخص قد تأخذ 6 أشهر، ورقم وطني الآن مشكلة كبيرة، الأوراق الثبوتية استخراجها. يعني المسألة ما في الخرطوم هنا، بس المسألة أنت متحدث عن انتخابات، يتحدث عن السودان بحدود المترامية دي بولاياته بتداخلاته القبلية، بأنه في مناطق نايلية الآن ما استخرجوا الرغم الوطني. لذلك الحديث عن الانتخابات ده حديث أنا بحضره من ضرب الخيال. يعني وهل الحديث عن التوافق الوطني في ظل والرجوع لآخر يعني كشوفات تمت في عهد عمر البشير في الانتخابات، برضو ده بيكون فيه ظلم كثير لكثير من المواطنين. لذلك الحديث عن الانتخابات الآن المفروض الناس تركز جهودها فقط على الحوار، الناس تتعامل يعني بما يحدث الآن على أرض الواقع. يعني نعم، لكن أستاذ محمد راحي هناك تقلبات متعددة فيما يتعلق بتصريحات. الآن حزب الأمة صرح بالأمس، اعتبر البعض بأن هذا التصريح الذي يدعو إلى تقريب وجهات النظر مع المؤسسة العسكرية من باب ربما التكتيك السياسي للحزب الذي اضطربت مواقفه منذ رحيل الإمام الصادق المهدي. هل يمكن لهذه الأحزاب من جديد أن تعود إلى حوار وتتوافق على حوار سياسي، رغم أن الناس تابعوا ما أحدثته الوثيقة الدستورية من إشكاليات أوصلت الجميع للمرحلة الراهنة الآن؟ هو السودان ده في حاجة غريبة، يكون في تحالف للإسقاط وللمعارضة، لكن للحكم والبناء والإعمار يكون في ائتلاف. دي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الأحزاب السودانية، لأنه ما بيقدروا يخرجوا عن الأيديولوجية. لذلك دائما أنا بتحدث بقول إنه بتكون في ثقة بتاعت حكم، يعني الناس تتنازل عن حاجات معينة، يتفقوا على فترة معينة الناس كلها تكون فيها مترابطة، يكون في يعني تعليم ثابت، يكون في يعني تنمية بشرية متقدمة، حتى إنه أنت تستفيد من الإنسان ده في عملية اختياره
ودون ان الناس يقول لك انا ده بجيبوه بالموز وده جابوه بالايه وده بالدولار وكده. دي كلها اسباب انه في يعني تراجع في التنميه البشريه وتطويرها. متى ما انت وصلت للمرحله دي فالعمليه الديمقراطيه دي عمليه متكامله وممكن تتجزا، لكن التجزئه الان حتى في السودان لا تمام ممكنه. لذلك لابد من انه الناس تتوافق على مرحله انتقاليه حقيقيه، يكون العساكر مش شركاء، جزء من الحكومه، تكون المدنيه تقوم بكل مهامها، تكون محميه ذاتها من المؤسسه العسكريه، والناس تتوافق على حاجه ممكن تقدم البلد وتخلي هناك استقرار. هذا الان التعليم السنه اللي فاتت الناس درس 45 يوم وامتحنت، يعني ما في بلد متمسكه بالتطوير والتقدم والتنميه وبتعملها. نعم، في حديث متلفز قبل يومين للسيد رئيس مجلس الاداره الانتقالي تحدث عن ان دور البعثه الامميه، دور فولكر، هو دور الوسيط فقط ولا يسمح له بالتدخل في شأن السوداني. والآن نرى جلوس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة مع ممثلي الاتحاد الإفريقي، هل هذا يدلل على أن ربما الاتحاد الإفريقي هو صاحب الدور الأبرز إذا حدث اتفاق، مع التحفظات التي يبرزها دائما رئيس مجلس السيادة فيما يتعلق بمبادرة فولكر؟ هو ده الحديث السياسي اللي تحدث عنه برهان. فولكر متدخل تماما في الشأن السوداني، هو ده المحور القربي الأقوى طبعا. لذلك السودان الآن إذا ما خرج من جلباب المحاور برضه دي مشكلة كبيرة. الشعب السوداني واعي، أنت إذا قدرت تحكم السودان ده لابد أنك يعني تقود الشعب السوداني بغني ما كهوين سهل رياضك. لذلك لابد انه يكون في يعني شخصيات محبوبه تقود البلد لقدام للشعب، ولابد تكون في شخصيات عندها درايه كامله بكيف تتعامل مع المجتمع الدولي ومصالح البلاد وكيف تاخذ مواطنيها معاه في العمليه بتاعتها. يعني انت اذا ما اخذت المواطن معك في عملية مثلا التراشق الآن حول العلاقات مع إسرائيل، يعني الحاجة الجيدة اللي قال برهان في هذا الحوار الذي ذكرته، إنه قال كل الزيارات هي أمنية في الإطار الأمني. بالتالي فعلا السياسة هي مشكلة. المواطن السوداني ومعظم السياسيين السودانيين عندهم رأي في العلاقات، لذلك مثل هذه الأشياء المفروض تؤجل الى بعد الحكومه المنتخبه. مثل ما انه الناس تتحدث عن الهيكله بتاعت الجيش او تغيير القوات او الحديث عنها في هي مدرسه منتخبه، دي برضه حاجه مصيريه. لكن استاذ محمد الماحي، التاسيس لهذه العلاقات الخارجيه المضطربه ربما بدا منذ فتره حكومه عبد الله حمدوك، يعني وجدنا محاور تتواصل مع الجهات الخارجيه ومع السفارات وكذلك مع بعض الدول دون الرجوع الى الحكومه المكونه او الجهاز التنفيذي او حتى السيادي. الان ايضا الحديث عن احتقالات لبعض قيادات لجنه ازاله التمكين باجراءات جنائيه، هو ايضا اسس له هذه الاحتقالات التحفظيه اسست في تلك الفتره. كيف يمكننا الخروج إلى تأسيس دولة قانون حقيقية في ظل هذا التراجع الكبير وهذا التشظي السياسي في البلاد؟ هو لابد من الرجوع والاحتكام لصوت عقل، يعني لابد الناس تتحدث عن الـ 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 يعني عن المؤسسة العسكرية ودور الوطني وما قامت به، يعني ما يكون في خطاب يعني حاد للكراهية تجاه بعضنا البعض. من أسوأ الحاجات يعني النبض الثوري إذا ما كان قويم فيه مشكلة، وفي البعض بيحاول يسوق أو يمشي بالثورة في عملية النبض الحاد الثوري. الثورة هي عندها مطلوبات وعندها استحقاقات وعندها ثلاثة شعارات مرفوعة هي مغنعة جدا، يجب أن الناس تتعامل معها، يعني ما يكون في تشفي. ولا بد أنه نحن ما أنت في النهاية في وطن واحد، يعني أنت إذا يعني كثير أبي أحمد وغيره عندما انتصر حاور وغيره، يعني أنت الحوار ده هو الشيء المطلوب، والحوار والصوت الثوري من أسباب فشل الذين
تغلدوا العملية السياسية، غير أنهم هم كانوا أحزاب وخرجوا عن الوثيقة الدستورية التي قاموا بتوقيعهم، لكن كان برضو ذهبوا في عملية الخطاب الحاد، يعني ما الخطاب السياسي. السياسة دي هي لعبة كبيرة وبتتطلب دراية وقراءة مواقف حقيقية والمراكز القوة والضعف، وكان في أخطاء كبيرة ارتكبت أدت زي ما قلت من ضمنها ذات الاعتماد على المحاور، اعتماد كامل على السفارات وعلى غيرها، من الأشياء اللي أدت لسقوط الشريك المدني بسهولة في دعم. ننتقل مباشرة أستاذ محمد الماحي إلى خبر آخر من صحيفة اليوم التالي. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يوجه بالبدء الفوري لحصر وتسجيل اللاجئين. وجه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالبدء الفوري في حصر وتسجيل جميع اللاجئين الموجودين بالبلاد ومراجعة المعسكرات وتفعيل الإجراءات القانونية والشرطية على حدود البلاد. واستمع نائب الرئيس في اجتماع مع وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر بحضور معتمد شؤون اللاجئين السيد موسى علي عطرون إلى سير عمل معتمدية شؤون اللاجئين خلال الفترة الماضية والخطط والبرامج المستقبلية. أستاذ محمد الماحي، تعاني البلاد منذ فترات متلاحقة من التواجد الأجنبي غير المقنن، الأمر الذي أدى إلى مشكلات اقتصادية، مشكلات سياسية وأمنية حتى. كيف يمكن الخروج من هذه التعقيدات الأمنية بما يتعلق باللاجئين؟ وإنت إذا ما حصرت اللاجئ القادم لك من الخارج، هو من أسباب الخلل الاقتصادي في السودان هو الوجود اللاجئين في المدن، وبدأوا يعني يتغلدوا أعمال يعني قد تؤثر على الاقتصاد، لأنه يكون عليهم ضرائب، ما عليهم أشياء كثيرة. الآن الخرطوم حتى المتسولين على قارعة في الطريق أتوا من دول الجوار، وديل بيجوا بطريقة يعني في حي كامل في منطقة بورسودان، هو كان السبب مخلفات التاريخية القديمة، يعني في عملية القش بتاع الحج هو أصل السبب بتاع دخول معظم اللاجئين بتراهم أنت الآن، وهم اللي بيعملوا أعمال هامشية في التسول وغيره، وده بيجوا عبر الحدود، بيجوا بعربات كبيرة جدا، بيتعرضوا لخدعة داخل بلدانهم بأنه بيجوا قاصدين الحج، وفي خاصة في مواسم الحج. ففي بعض بيجيبهم بينزلهم في أطراف الخرطوم وبيقول لهم نحن نمشي من يجيكم بكرة، بيخلوهم. كان قبل عملية الطرق والنقاط التفتيش دي كانوا وصلوا لغاية بورسودان وبياخدوا جوازاتهم وبيخلوهم في هناك، وبيضطروا أمام الأمر الواقع، فأصبحوا يعني من السكان. في ناس لهم يعني أكثر من 70-80 سنة متواجدين جاءوا بهذه الطريقة. التوترات الحدودية مع السودان بسبب الحروب في تلك المنطقة أيضا لها أثر كبير في نعم، هذا يعني دي ما ملحوقة، لكن دي الحياة اللي خلت اللاجئين يتأسسوا ويكونوا داخل. في لاجئين ويمكن النائب بيعرف الكلام ده، جو بسبب المجاعات من دول الجوار وجلسوا داخل البلدان، سواء في جنوب السودان كان وقت الانفصال وفي دارفور وفي الشرق أيضا الوسطى، يعني دي كان بسبب المجاعات في دول الجوار وبعض المشاكل جولاجيين. والآن من عام 62-72 دي برضو يعني دي مسألة برضو موجودة ومعروفة لدى الجميع. ربما كان السودان باعتباره دولة تقع في قلب القارة الإفريقية ومجاورة لعدد كبير جدا من الدول الإفريقية، هي كانت معبر لكثير من الدول، وكان الاقتصاد السوداني معافى للحد الكبير في الفترات السابقة، لكن في الوضع السياسي الراهن والوضع الاقتصادي الراهن هذه الأزمات السياسية والاقتصادية هل تحتمل تقنين اللاجئين؟ هي وجود هذا الكم الهائل من اللاجئين لابد من التقنين. الآن التقنين، الآن البلد مستباحة،
للمخابرات الذين يدخلون بغير الطريقة الشرعية، ويعني الآن البلد مستباحة تماما. لذلك أنت إذا عندك مليون لاجي، إذا قلت لك حددت إنه الوجبة فيها رغيفتين، أنت داير لك 6 مليون رغيفة للاجئين. ده الخلل الاقتصادي بيحدث هنا بالحياة الدقيقة اللي أنت ما بتراها دي. فلذلك المسألة في مسألة ثانية مهمة، هو التداخل القبلي والسحنات المتشابهة ما بين، برضه دي مشكلة بتحتاج هوية يعني أنت مو يعني عشان ما يكون في مشاكل واحتكاكات، لابد انه يكونوا اهل المنطقه عندهم الامانه الكامله، ويحددوا منهم يعني من يقوم بهذه العمليه، عمليه الحصر في المناطق الحدوديه. زمن النميري كان يعني بيجوا بيرطنوا معك، يعني انت تقول انا من المنطقه الفلانيه، بيرطنوا معك بكم بلغتك، يعني بيجيبوا ناس خبراء بالطريقه دي. لذلك العمليه دي معقده جدا، لانه اخذت زمن طويل جدا، ما الناس ما شغالين بها، بقت موجوده تمشي حي كامل يقول لك فقط ايجار للاحباش، يعني ما باجر لسوداني، فقط ايجار للاجانب، بدون ما صاحب البيت ذاته يعرف الشخص ده هو عنده هويه ما عنده هويه. لذلك المساله دي بقت مساله يعني مستفحله، وبتحتاج جهود كبيره وضخمه حتى انه الناس تستفيد. هذه الحدود مع 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 السودان، الان البعض يتحدث عن ان ربما هناك حدود مفتوحه بدون رقابه، يتسرب منها الكثير من الاقتصاد السوداني بطرق غير شرعيه، وكذلك ما يتعلق بتجاره البشر ودخول بعض اللاجئين الى السودان. هل يمكن وضع خطه؟ هل ستسعى الدولة في ظل المشهد السياسي المعقد الآن إلى الحديث عن هذه القضايا المهمة؟ هذه القضايا يعني أهم حاجة فيها توحيد القوات الأمنية، يكون في قوة مشتركة، يعني يا من الجيش يا من الأمن يا من الاستخبارات، تكون الرواتب مجزية، لأن الوجود في هذه الحدود الطويلة والكبيرة يعني بيعرض الشخص لكثير من المشاكل، حتى اللي بده يحرس هناك بمرتب ضعيف. المسألة دي بالنسبة له صعبة جدا، يعني انت بتمشي بتدي لك شخص عشان يقف في الحدود في اماكن ما فيها خدمات، في اماكن ما فيها خدمات ما فيها سلاح، مرتبه 4000 جنيه وبيجي بهربه سمو بمليارات بامامه. انت لازم تكون في يعني موازنة، انك كيف الشخص ده تخليه هو امين ونزيه، و يعني في حاجات كثيره لا بتتطلب الموضوع ده، وده دراسه كبيره اقتصاديه، ما شغله بتاعت نايب ولا شغله بتاعت الشرطه براد. المساله دي اقتصاديه ونفسيه ومشاكل كثيره جدا، ولذلك واحده من مشاكل السودان العميقه اللي بتحتاج حلول للمساله بتاعت النهايه. نعم، مباشره الى خبر اخر من صحيفه الجريده، تنسيقيات لجان مقاومه الخرطوم تدعو الى مشاركه فاعله في مليونيه البرلمان. دعت تنسيقيات لجان مقاومه مدينه الخرطوم كافه جماهير الشعب السوداني والثائرات والثوار للمشاركه الفاعله في التعبئه والحشد لمليونيه 14 من فبراير المتوجهه نحو البرلمان. وطالب تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم بالعمل الدعائي المكثف والتنوير بأهداف الموكب لضمان أوسع مشاركة جماهيرية فيه. وأضافت في تعميم صحفي الأحد: نحن ندرك ونود أن نذكر من نسي أن الشارع قد هو حامي ثورته، وأن السواعد التي أنجزت أعظم ثورة بمقدورها مواصلة النضال وتقويم العوج حتى تمام الوصول. ومنذ 25 من أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات متواصلة ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. تواصل المظاهرات والمليونيات، كيف تراها الآن؟ كيف تغير؟ هل ستغير في المشهد السياسي الراهن؟ كما قلت لك، السبب في تواصل هذه المظاهرات هي عدم إيفاء مطلوبات الثورة من الذين تغلظوا المناصب، ونسوا كثير من المطالب الشعبية، حتى حرية وسلام وعدالة كانت فيها بعض الخلل.
الحزب الشيوعي يتحدث أن الناس لابد تمشي بطريق قويم أن تتم المحاسبة بالقانون وليس سياسيا. بدأ التراشق والتجاذب، لذلك الشارع ولجان المقاومة فطنت للموضوع ده واتخذوا الطريق منفردة. يعني الآن الشارع المتحرك ده هو شارع يعني مفتوح تلقائي، له يعني في محاولات من الأحزاب للكذب، لكن وده شيء مشروع ودي سياسة من النهاية. لكن في النهاية الشارع الآن هو يريد أن يحقق كثير من المطلوبات التي رفعها للثورة شعارا، ومنها الشهداء ومجزرة الاحتصام. لذلك لا بد من الجلوس مع هؤلاء، ولا بد من تمكين العدالة، حتى يعني الشارع ده ما بيهدى بسهولة. وحتى إذا أنت شعرت أن الشارع ده فيه كمية قليلة أو كثيرة، ده أصبح ما مهم. المهم الآن الحراك الثوري اللي هو ده اللي بيحدد المسارات الممكن تمشي على الدولة. دعم البعض يراهن على الهدوء النسبي للشارع وحركة التظاهرات، هل يمكن هذا الهدوء أن يزيد من احتمالية الحوار أو ربما الجلوس مجددا والتراجع عن اللاءات الثلاث كما ذكر السيد صديق المهدي؟ وأينما كان الحوار موجود وكان صادق وكان الهدف بتاعه، يعني الناس كلها دايرة شنو، دايرة حاجة للبلد دي يعني واحدة، يعني ما كل الناس دايرين مصلحة البلد، لكن كلهم بطريقة. يعني احنا إذا قدرنا أي شخص نخليه يمشي في طريق وتكون في نقطة بتاعت التغى هو السودان، فالمزرعة دي بتتم. لكن إذا كان في تراشق في عملية بتاعت تشفي وانتقام وكذلك، المزرعة دي ما بتجي. لذلك احنا نرى انه الاحتغالات التي حدثت الان نتمنى انها تسير بصوره حقيقيه، يعني الناس ما يتحدثوا عن انه هو احتغال او امر قبض او جنايه او غيره او سياسي. يجب ان الناس الذين يتبعون بالقبض عليهم يكونوا يقدموا لمحاكمه فوريه وسريعه. ده حتى انه ما يكون في قيل وما يكون في تشفي، ما في النهايه الدائرة بتدور. يعني الحكم السياسي ده، السياسي ده ما يوم ليك ويوم عليك، لكن إذا مشيت بالقانون مشيت عدل بيحتار عدوك فيه. نعم، وحتى هذه الاحتقالات يعني نتمنى أنه برضو كما يتمنى البعض أيضا ألا تسير كالاحتقالات السابقة، يعني حدثت احتقالات كبيرة جدا دون تقديم المتهمين إلى محاكمات إلى وقتنا الراهن. الخروج من أزمة الاحتقالات بأشكالها المختلفة في ظل الوضع الراهن، هل يمكن تأسيس يعني ترك النيابة والقضاء يعمل منفردا بعيدا عن الإجراءات أو التدخلات السياسية؟ هو الحوار الحقيقي هو المخرج لكل المسائل المعقدة التي نراها نحن الآن. نعم، مباشرة إلى خبر آخر من وكالة السودان للأنباء والخرطوم، يؤكد ضرورة توزيع فرص التمويل على المستهدفين بعدالة. أكد والي الخرطوم المكلف الأستاذ طيب الشيخ ضرورة توزيع فرص التمويل بين المستهدفين بكل شفافية وعدالة عبر مشاريع تسهم بصورة مباشرة في محاربة الفقر، ورحب بمساهمة البنك الدولي لتوفير الدعم وتحقيق الاستقرار في الدول النامية. وأكد خلال لقائه بمكتبه أمس بإدارة مشاريع سبل كسب العيش المستدامة التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة البروفيسور الحسين الخزين عبد الله، بحضور المدير العام لوزارة المالية الأستاذ إبراهيم محي الدين ونائب الأمين العام لحكومة الولاية ومستشار الوالي للخدمات والمتابعة، أكد تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح المشاريع والمبادرات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي والعمل على تنمية الأسر من خلال إقامة مشاريع إنتاجية لتشغيل الشباب والخريجين. رأيك بداية في حديث الوالي، هل يمكن أن تعود الدعومات، لا سيما وأن الحديث أيضا عن فك تجميد 700 مليون دولار قادمة للسودان من قبل البنك الدولي، هل ستعود هذه المشاريع من جديد التي جمدت عقب إجراءات 25 أكتوبر؟ هو قبل أن تكون هناك يعني للأمانة نتحدث، قبل أن تكون هناك دعومات خارجية كان هذا البرنامج موجود، لكن كان بدعيبه في فترة النظام
البشير بيدعيبه عملية التوزيع العادل العادل كما أنه بيدعيبه عملية التدريب وكيفية التعامل مع هذا الدعم. والدعم إذا مشى بمحسوبية ما بعود يعني ما بيرجع تاني. هو عملية التمويل دي ميزتها في إن هو مال يعني دوار بدور يعني أنت بتشتغل به ومجموعة غيرك بتشتغل به كل ما أنت رجحته بتاخذوا مجموعة أخرى. المال ده بالمناسبة عملية نحن عندنا تضخم في الوظيفة يعني المفروض يكون المستهدف هي أصحاب الوظائف المكتظة في بعض المؤسسات يعني ما اليوم يعني الدولة ما بتقدر تشيله ويكون فصل تعسف أو غيره لكن المفروض أنه يطرحوا هذه البرامج للموظفين. دي بالمناسبة أكثر فيها متأثرة لكن هناك شرائح ضعيفة هي أشد فقرا من الشرائح اللي صدت ضعفا دي ما في ديوان الزكاة دي ما مزعلة تانية برضو عنده مشاريع وعنده مال دوار وعنده هنا لكن مزعلة الموظف انت الآن وزارة العمل هي التي بتضع الحد الأدنى للأجور هي قالت الحد الأدنى 12000 ال 12000 دي هي المواصلة يعني بالوضع الجديد الآن اللي هي الآن بقت انت إذا دار تصل من نقطة عملك لمنزلك ذهابه يبدأ 400 جنيه دي ال 12000 فتبقى ما منطقية وبيبقى الشخص اللي قاعد في الوظيفة المكتظة وما فيها فائدة دي برضو مشكلة. انت المفروض تغري تحدد المؤسسات اللي فيها موظفين كثيرين جدا وتغريهم تستهدفهم بالمال ده 200000 شنو هي في التمويل بتعمل حاجة انت ترفع التمويل وتغريهم مقابلون ويخلي وظيفته دي انا ده ما دي, دي دي ما فيها منظمة يعني انا بيجي مثلا للمؤسسة الفلانية حكومية اي زول داري يخلي وظيفته عنده تمويل قدره كده مجرد ما اخذ التمويل وانت شلته من برضا ومن من الوظيفة بالتالي انت بتكون حليت المواطن من حاجة مهمة هي الضرائب الباحثة العاملة دي مال الفصل الأول للمرتبات كل الموضوع ده وجبريل بيزيد والكهرباء بيزيد وبتاع بيزيد للموظفين ديل عشان يوفروا لهم ال 12000 ما بتعمل حاجة دي لذلك مفروض انه لا 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 الخدمة المدنية دي يعاد النظر في عددها ويشوفوا كيف الناس اللي فيها ديل يستخطبون ويدون إغراءات بأنه يتركوا الوظيفة والوظيفة في النهاية المعون ضيق يعني ما بتكفي فمتى ما وجد انه التمويل وانت خلصت من الوظائف الزايده عندك بالتالي انت بتكون الفصل الاول عندك ما مرهق. نعم استاذ محمد الماحي اسمح لنا ان نخرج الى فاصل اعلاني ومن ثم نعود لمواصله هذا المشوار بالبنط العريض. نرحب بكل الذين انضموا إلينا الآن لمتابعة بالبونط العريض ورحب أيضا بضيفي محمد الماحي من جديد. أستاذ محمد تحدثنا عن مشاريع الدعم كان هناك برنامج ثمرات الذي توقف بعد إجراءات 25 من أكتوبر ما جدوى هذا البرنامج؟ هناك مطالبات عدة بعودة ثمرات وهل يمكن أن يسهم في تخفيف حدة ووطأة الظروف الاقتصادية الآن لبعض الشرائح الضعيفة؟ والله برنامج سمارت أتو برنامج ما مجدي يعني برنامج يعني بس يجي منه ما يكون فيه فساد دي الحاجة المهمة يعني الآن البرنامج المفروض تتم فيه مراجعة ويتم فيه يعني توقف 200 ويبدأ 200 ودي حاجات مهمة لكن ده ماشي مهم الشيء اللي بيجينا منحة من يعني دي ما نعتبرها حاجة مهمة يعني نتحدث عن العظم عن هو التمويل إذا أنت عملت التمويل ده مثلا وركزت أنه عملت مزارع البلد الكبيرة حتى الخرطوم دي والجزيرة وغيرها المناطق لسه شاسعة وكبيرة في الري المحوري في زراعين أنت لو عملت مثلا مشروع لمجموعة كبيرة من الخريجين الزراعين بالتالي بتكون عملت إنتاج وبتكون قللت وخففت العبء على خزينة الدولة كثير وكون وفرت فرص عمل لمناطق اصلا ما كان فيها موجوده لذلك العمليه دي عمليه استراتيجيه مهمه جدا عمليه التمويل
والدول اللي قامت شافت البرازيل وغيرها من وماليزيا قامت بالمشاريع دي. المشاريع دي دار شوية جدية ومتابعة وممكن انها تخلق مسافات كبيرة. اما الشرايح الضعيفة خالص اللي بتتحدث عنها في شريحة اللي هي بتتولى الزكاة اللي هذه هي مع المصارف المذكورة في القرآن ومعروفة. والزكاة الآن والله لها دور كبير جدا في المسألة دي، بس هي ما مسلطة الإعلام لمسألتها، لكن برضو من أكثر القطاعات اللي عندها دور كبير في الزراعة وفي بعض المزارع في بعض المنتجات، واستطاعت انه في انتشرت كثير من هنا، لكن برضه المفروض توظف يعني تتحدد. يعني هي انه مثلا الولايات هي تستفيد اكثر من استقطاعاتها الخرطوم، وبالتالي يعني انت بتقدر بتخلي العمليه زي ثوره اخرجت الناس. في ناس في الزكاه، احنا قبل كده مشينا لقينا ناس بيدفعوا زكاه وبياخذوا الزكاه، هسه قلبت الايه بحمد الله، وهم دافعي زكاة الدافعين. فالمشاريع دي المفروض ما تكون محدوده برضه، والناس برضه يمن ما تكون مرئيه وما تكون بيقول لك فيها محسوبيه وما محسوبيه، هي من الحياه دي تكون مفتوحه وتحدد الفئات المستهدفه من الاحياء وغيرها، حتى انه لجان الاحياء هي اللي بترفع الاحتياجات، تكون في لجان مختصه. يعني ما يكون لجنة الزكاة مثلا في الحي بس، لا لازم تكون مختصة. نعم، هناك أيضا التمويل البنكي، كان في السابق التمويل الأصغر عنده دور كبير جدا، هل يمكن أن يعود التمويل الأصغر ليلعب دورا جديدا في تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية؟ هو طبعا واحد من أنواع التمويل، يعني هو بالضبط هو واحد من أنواع التمويل ومهم جدا. المصارف يكون لها دور يعني ملموس في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، والمسألة دي ما مستحيلة إذا الناس توجهت لها توجه حقيقي. نعم، مباشرة إلى خبر آخر من صحيفة الصيحة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي وفد لجنة تنمية وتطوير الإقليم الشمالي، حيث التقى الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه أمس بوفد لجنة تنمية وتطوير الإقليم الشمالي ممثلة في اتحاد مزارعي الإقليم وعدد من القيادات المجتمعية، واستعرض اللقاء قضايا الإقليم بما في ذلك الزيادات التي طرأت مؤخرا على أسعار الكهرباء وأثرت سلبا على المزارعين. وقال رئيس الوفد والمتحدث باسمه الأستاذ الفاتح صالح أدريس في تصريح صحفي عقب اللقاء إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أبدى تفهما تاما للقضايا التي طرحها الوفد، ووعد بالعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها، خاصة القضايا المتعلقة بالزراعة. وقال إنه من المقرر أن يجلس الوفد اليوم الاثنين ضمن لجنة مشتركة تضم وزارة المالية واتحاد مزارعي الإقليم لتبادل الآراء بشأن قضية زيادة أسعار الكهرباء. ولفت الأستاذ الفاتح إلى أن ما يجري في الشمالية لا يحمل أي أجندة سياسية، وإنما محصور في مطالب شعبية وخدمية. ألا تعتقد أستاذ محمد الماحي أن مطالب مزارعي الشمال وأهل الشمال هي مطالب عادلة؟ هي عادلة، وزيادة الكهرباء زي ما نحن قلنا ما كانت منطقية أصلاً بأي حال من الأحوال. عالميا جبريل قال نحن الأغلى، بالعكس أنت عالميا نحن الأعلى، الناس الدولة بتشتري كهرباء، نحن بننتج 70% مجان، يعني الكهرباء دي ما توليد مائي 70%. يعني في حاجات غريبة في السودان اثنين، يعني ممكن الناس يعملوا يعني يزيدوا بها عجلة الإنتاج، المزعلة ما بتشغل ثلاجة أو مكيف وكذا. المزألة فدان بينتج كم بيدفع كهرباء كم، الحاجات المتاحة من صناعات وكده دي برضو مزألة كبيرة جدا. انت بتشجع صناعاتك، والزراعة الآن يعني في اتجاه كبير من الشباب ومن رواس الأموال ذهبوا للزراعة، وفي نهضة زراعية حقيقية، لكن هسه دي بالمناسبة كانت الصورة سيئة، لأن احنا قلنا بننتج 70% من الكهرباء من الماء، وده الإنتاج المجان 25% هي من الوقود. زاد العملية بالمناسبة في زيادة الوقود، الوقود فعلا عالميا زاد، لكن انت 70% بتكتفي منه ذاتيا من بترولك، والبترول ده انتاج محلي، انت ما بتجيبه بالدولار. فانت كيف المشاريع دار تعمل تنمية ودار تعمل جبايات عشان
تحقق لك مصارف ما مهمة. لذلك المسألة دي محتاجة بالمناسبة لقراءة ودراسة حقيقية، لأن مسألة المزارع فدان يدفع في الفدان ما يقارب اللي عرفته أنا 30,000 جنيه في الشهر، يعني ده بنت الشموع، يعني ما دي طوال خطها على السعر المضاعف بيخطها، وهي بتأثر على الشريحة الضعيفة، في النهاية بتدفع الشريحة الضعيفة. أو المزارع ده ما زرع. نعم. الأستاذ محمد المحي، الإقليم الشمالي بصورة عامة هو أيضا من أكثر الأقاليم التي شهدت ظلما وتهميشا طوال العهود السياسية منذ الاستقلال، لكن صوته لم يكن عاليا كبقية الأقاليم. ما المطلوب للخروج بهذا الإقليم إلى بر الأمان وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية هناك؟ هو الإقليم الشمالي برضو في حاجات ساعدته، وهي كانت الهجرة المتقدمة والمتعلمة كانت عبر البوابة الشمالية، لذلك إلى المركز كان أيوه كان هو الحظ. لا لا لا، الهجرات الخارجية نعم كمعبر للعلم والإسلام، هو كان البوابة. لذلك الإقليم الشمالي برضو استفاد من المزرعة دي، وكان الأكثر علما من بقية الأقاليم دي، ما كانت حاجة يعني حبابة ورب العالمين، يعني إنه هو يكون يعني يستفيد من التعليم، يستفيد من الهجرات اللي جاءت للسودان من دول حتى الاستعمار، وحتى كلها جاءت عبر البوابة الشمالية، حتى العلم، حتى زراعة القطن بدأت برضو جاءت من مصر، جاءت عبر البوابة الشمالية، وهي تمت في الجزيرة. لذلك المزرعة دي مزرعة الشمال هو مهمش، هو فعلا كان مهمش، لكن في عقل العقلية بتاعة الأبناء والشمال أيضا أبناءه بفضل التعليم والحراك اللي جاءوا من الهجرة ده أيضا هناك هجرة داخلية، هو هاجر تنقل. أيوة. نعم. هو تنقل الشمالي وعمل كثير من الأشياء، لكن دي ما الحاجة المهمة. هو السودان كله مهمش، طرف الخرطوم ده مهمش، يعني ما في حتة في السودان ما مهمشة، لأنه ما في استراتيجية موضوع أيضا يعني موضوع للتنمية حقيقية. هناك ايضا حديث سابق عن مثلث حمدي، هذا الحديث اعاد من جديد ابان فتره الحريه والتغيير، بان الاهتمام ربما كان متمركزا في احياء، حتى احياء معينه في الخرطوم. ما هي الاستراتيجيه التي يمكن من خلال الخروج بهذا التفكير المركزي ليشمل اطراف السودان يعني؟ وبالحوار وتوزيع الفرص، يعني الآن إذا أنت تحدثت عن الناس بيتحدثوا عن مثلث حمدي، بيتحدثوا عن الأشياء دي هي نظرات كانت ضيقة، وفي بعض لها مسببات، لكن متى ما كان الأمن موجود في المنطقة التنمية بتكون هي أفضل. يعني الآن نرى كيف الحراك في الاستخراج الذهب في الشمالية، كل السودان في وفور ونوبة، يعني في أمان في المنطقة، لكن في مناطق أخرى فيها نزاعات قبليا من القبيلة والقبيلة نفسها، يعني سيبك من يجي زول من برا. لذلك المسألة دي يعني بتحتاج لأنه الناس تقعد مع بعض ويعرف أنه ممكن يتعايشوا. يعني الآن الولاية الشمالية بتحتضن كثير جدا من المنطقية، الذهب من أبناء السودان، من الشركات، أصحاب من ولايات مختلفة، دي كلها بتوريك أن السودان لسه بخير وممكن يمشي لقدام. نعم، تمنياتنا دائما بأن السودان يكون بخير دائما. مباشرة إلى صحيفة السوداني، توقيع عقد لإنشاء محطة كهرباء بنيالة. وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور وشركة ذبرا لخدمات الاستثمار المحدودة عقد اتفاق لإنشاء محطة كهرباء بطاقة 100 ميجاوات بمدينة نيالة، وتكملة مشروعات تنموية خدمية بالولاية بحضور حامل التجاني هانون ولولاية جنوب دارفور المكلف. وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد نص عقد الاتفاق الذي تم توقيعه في الخرطوم يوم السبت على إنشاء محطة كهرباء سولار بمدينة نيالة بطاقة إجمالية بلغت 100 ميجاوات، ومحطة حرارية تعمل بالتناوب مع المحطة الشمسية بطاقة 60 ميجاوات وفقا للمواصفات الفنية والتشغيلية للشركة السودانية للتوليد الحراري، بجانب إنارة كل طرق مدينة نيالة بطول 30 كيلومتر بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق نص على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ مشروعي الكهرباء وإنارة الطريق بنظام البوت
وفقا لعقد مالي يوقع مع وزارة المالية الاتحادية على أن يلتزم الطرف الأول بالحصول على المواصفات الفنية للمشروعات من جهات الاختصاص، بجانب الالتزام بتوفير كل المعينات والأراضي المطلوبة وتخصيصها وتسليمها بدون موانع طبيعية. مشروع جديد ينطلق هناك في مدينة الفاشر بجنوب دارفور. هي فعلا الكهرباء دي مهمة لأنها هي الحضارة الحقيقية والتقدم بالنسبة للأمم في الصناعات الصغيرة والكبيرة. هي أصبحت الكهرباء، الكهرباء بقت موارد متعددة، المياه والمحطات الحرارية والطاقة الشمسية كما ذكرت، وحتى المرابح الهوائية، كل الحياة دي هي مسألة بتاع التوريد. لكن الحاجة المهمة هنا، أنت لما تجيب لك شركة لازم توري المشروع ده المفروض ينتهي 200. دي حاجة مهمة جدا، بداية العمل ونهاية العمل، دي بالمناسبة من أهم الشروط، بتوري جدية العقد وبتوري إنه في مسألة، يعني المسألة دي هي في متناول اليد. يعني إذا قلت مثلا وقعنا في 22 وحيتم التسليم في 24، بتكون في مساءلة بعد كده، ليه ما سلم في 24 ومنو اللي حيتحمل المسألة بتاعت التعسر في عدم. لذلك المسألة بتاعت الكهرباء دي هي مهمة جدا، 100 ميجاوات هي في يعني في المتناول، ما صعبة، وممكن يعني إذا صاحبتها نيالة برضو مدينة كبيرة جدا تكاد تكون من المناطق المأهولة بالسكان حقيقة من في السودان. لذلك كل ما أنت أكثرت من وجود طاقة، أنت بتكسر من الإنتاج، بتكسر من الخدمات، بتكسر من كثير، من حتى الحداد اللي بيلحم عادي ده، هو انت وفرت له مجال بتاع عمل دعم. هل يمكن ان ينتهي الزمن المحدد لهذا المشروع، ان يكتمل في وقته المحدد له؟ احنا بس ده الكلام انا قلت لك ليه، لانه كثير بتحصل، يقول لك ما وفروا الارض، ما عملوا، التمويل اتاخر، بالتالي بيتاجل البرنامج. البرنامج جديدته في بدايته ونهايته بس، حتى ما كان هذا العمل محدد له محدد عليه نهاية هو الأهم. نعم. مباشرة إلى أخبارنا الرياضية من صحيفة هلال، السلطات الصحية توافق للهلال على دخول الجماهير للمباريات الإفريقية. وافقت السلطات الصحية ممثلة في إدارة الوبائيات بقيادة محمد التجاني على خطاب نادي الهلال السوداني الخاص بالسماح بدخول 25,000 مشجع لمتابعة جميع مباريات الفريق الإفريقية. ووضعت السلطات عدد من الموجهات الصحية أمام طاولة إدارة النادي لتعمل بموجبها لتلافي أي أخطار محتملة. الجدير بالذكر أن موافقة السلطات الصحية بالبلاد تمهد طريق أمام موافقة الاتحاد الأفريقي الكاف. الآن يسمح للهلال محليا بداية لاستقبال 25,000 متفرج في مبارياته واستحقاقات الأفريقية القادمة. طبعا هذا ما فقده الهلال طوال الفترة السابقة هو اللاعب رقم واحد، هو الجمهور. جمهور الهلال يعني هو مؤثر جيد، وهو مؤازر للفريق، وهو بيعطيه دفعة معنوية كبيرة جدا في اللغات بالهتاف المتواصل. ولذلك عودة هذا الجمهور هي كانت مهمة جدا، وهي ستعيد الروح المفقودة كانت وما مرئية لدى الجميع، لأن الجمهور هو اللاعب رقم واحد، والجمهور ما ساهل جمهور الهلال. وممكن الهلال يعني بعد ذلك ما يقدمه الآن ممكن يكون أضعاف ما يقدمه مع الجمهور. الهلال خسر أمام صن داونز بهدف دون مقابل، إمكانية التعويض في ظل وجود جمهور، هل يمكن أن يعود الهلال بقوة من جديد للتربع على عرش هذه المجموعة بداية ومن ثم المضي قدما نحو تحقيق البطولة؟ هو الفريق الجنوب أفريقي فريق ما سهل، يعني وفي بلد زي ما أنت دارت تحقق نتيجة في بلدك، هو برضو كان سهل أنه يحقق نتيجة في بلد. دي هي كانت بالنسبة للفريق الجنوب أفريقي هي مباراة الأرض، وهي بالنسبة له مهمة. أنا بعتبر النتيجة طبيعية جدا، ما فيها، لكن كان الأفضل هو أداء الهلال، كان جيد وممتاز. في بعض المشاكل كان في الهجوم، بيحتاج للاعب قوي وصاحب بنية في الهجوم، ممكن الهلال يدارك هذا الفارق بسهولة جدا.
البرلمان. نعم أستاذ محمد الماحي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذا المشوار بالبونط العريض، على أمل أن نلتقي مجددا في مساحة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحايا فريق العمل، إلى اللقاء.